مساكم الله بالخير مشاهدي الكرام في أولى حلقات رياضة لهذا الموسم. برنامج رياضة في موسمه الثالث راح يكون مختلف، راح يكون أكثر جرأة وأكثر شفافية وأكثر صراحة. في هذا الموسم راح نحط أصبعنا على أي جرح راح نشوفه سواء في كرة القدم أو في الرياضات المحلية. واليوم راح نبدأ بحديث وشجون نادي المرخية والانشقاقات في أعضاء الإدارة والإقالات المبكرة، حيث لم تمر سوى ثلاث مباريات إلا ويتفاجأ الوسط الرياضي بإقالة المرخية للمدرب الوطني يوسف آدم، وربما كانت المبررات نوعا ما غير مقبولة للمتابعين. فالمرخية الصاعد للدرجة الأولى طموحه هو البقاء، فلماذا إذن استعجل في قراره؟ التقرير التالي يشخص الحالة، خلونا نشوفه وياكم. ماذا يحدث؟ وإلى متى هذه القرارات؟ وهل أصبحت الإقالات مقرراً سنوياً لأنديتنا؟ ومن المسؤول عن إقالة المدربين وهضر الأموال؟ ولماذا دائماً المدربون هم كبش الفداء؟ لا شك أن الإقالة السريعة لأي مدرب تعد صورة من صور إهدار المال العام، على اعتبار أن المدرب سيحصل على شرطه الجزائي المنصوص عليه في العقد، بجانب حالة الهزة التي ربما تصيب الفريق، وهو أمر غير مرغوب فيه، خاصة إذا ما كان قرار الإقالة يبدو متسرعاً بعض الشيء. أول ضحايا المدربين بدورينا في الموسم الحالي كان يوسف آدم المدير الفني السابق لفريق نادي المرخية، الذي تمت الإطاحة به بعد ثلاث جولات فقط من انطلاق دوري نجوم كيون بي في إقالة سريعة جداً قلما أن تحدث. بالطبع النتائج التي حققها المرخية لم تكن تستدعي الإطاحة بالمدير الفني، خاصة أن الفريق كان قد حقق فوزاً رائعاً في أول مباراة له بالدوري على حساب زعيم السدوي، قبل أن تسحب نقاط المباراة بسبب خطأ إداري لا ذنب للمدرب فيه. ورغم خسارة المرخية في المباراة الثانية أمام قطر بصعوبة، إلا أن الفريق قدم مباراة مميزة وكان قريبا جدا من تحقيق التعادل على أقل تقدير، فيما خسر المرخية المباراة الثالثة بنتيجة كبيرة أمام سيليا بخمسة أهداف لهدفين، وهي المباراة الوحيدة التي لم يظهر فيها الفريق بالمستوى المطلوب. ولكن يبقى الظهور بشكل متواضع في مباراة واحدة فقط غير كاف على الإطلاق للإطاحة بالمدير الفني. وبغض النظر عن الأسباب التي أعلنها النادي عن إقالة يوسف آدم وأنها جاءت بسبب خلافاته مع الجهاز الإداري واللاعبين، إلا أن الإقالة تبقى في غاية السرعة والقرار يبدو مبكرا، ولكن في النهاية إدارة النادي هي المسؤولة عن قراراتها وعليها أن تتحمل تلك المسؤولية. إلا أننا نتساءل في الختام، هل الخلافة مع الجهاز الإداري سبب مقنع لإقالة مدرب؟ مثل ما شفنا مشاهدي الكرام، حلقتنا اليوم راح تكون عن نادي المرخية. اليوم راح نتناول كل هموم نادي المرخية، سوالف ومشاكل صارت في نادي المرخية في الفترة السابقة أكيد راح نتناولها. وشفنا هذا التقرير اللي تحدث عن يعني اللي صار في الفترة الأخيرة في نادي من أنديتنا المحلية وهو نادي المرخية. في البداية خلونا نرحب بضيفنا اليوم رئيس نادي المرخية مبارك نعيمي. مساء عليك بالخير يا ابو راشد. مساء عليك بالنور، يا هلا مرحبا. نرحب فيك في برنامج رياضة في الحلقة الأولى في هذا الموسم. الله يعطيك العافية. ايضا نرحب بحسن العتيبي الناقد والاعلامي الرياضي المعروف. ابو ناصر مساء الخير. مساء النور يا ابو عبد الله، احييك واحيي اخوي مبارك ومشاهدينك الكرام. ابو راشد مبارك نعيمي، اول شيء نادي المرخية صاعد من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى، وعلى طول مشاكل من اول ثلاث مباريات، مجلس إدارة يطالب بإقالة الرئيس، ثلاث خسائر، إقالة مدرب، شو اللي قاعد يصير في نادي المرخية؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أشكرك على الاستضافة هذه، وهذه
بتوضح حق الكل، يمكن البعض ما يعرف، بس احنا بنكون صريحين معاك براشد. لا احنا ما عندنا جرأة وشفافية. احنا طبعا ما عندي الا صراحة انا طبعا، وكل الأسئلة اللي بتوجهها لي راح ان شاء الله اجاوب عليها. يعني راح اتكلم اول شيء باختصار يعني عن اللي صار، اللي السؤال اللي وجهتني اياه، بانه سؤال طويل يعني، ولكن بحاول اني انا اختصر فيه. العام الماضي طبعا احنا حققنا ارقام قياسية، باعتبر أنه كان عندنا نادي قطر معانا كان في الدرجة الثانية وهو الملك معروف، وإحنا وقدرتوا أنكم تصعدون على كتاف نادي قطر. قدرنا طبعا إحنا نصعد ونحقق أرقام لأول مرة نادي حققها، اللي هو بدون هزيمة في الدوري. نعم. وهذه ما قد صارت طبعا. هذه بعد ما الإدارة السابقة اللي هو جميل عبيد ومعه سعيد كانوا موجودين في مجلس الإدارة، وهم استقالوا، مثل جميل قدم استقالته طبعا وأعلنها في الصحافة وطلع من النادي. حلو. من انطلاقة هذه الموسم اللي فات يعني كأن حتى اللي في النادي من سواء مجلس إدارة سواء من جهاز فني الكل شاد أنه يعني مجلس الإدارة قام بدور كبير ما حد قام فيه يعني من قبل. يعني احنا طبعا وجودنا مع في الدرجة الأولى الآن الكل يتمنى، وأنا واحد أتمنى، ومجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري، بأن احنا نبقى، وهذا كان أمنيتنا، احنا نبقى في الدرجة الأولى، أن احنا نكسر قاعدة اللي هو صار. يعني هابط. يعني براشد أنت بتقول أن مبارك نعيمي ما يتمنى لنادي المرخية، وهو أحد رموز نادي المرخية، ما يتمنى له إلا كل خير، وما تعب وما بذل مجهود إلا لرفعة شأن نادي المرخية، لكن اللي يصير خارج عن الإرادة. لا اكيد يعني انا مؤسس النادي وانا اللي تعب عليه. بس بروحك مؤسس النادي؟ لا انا معاي مجلس الاداره. براشد بس انا اقول لك انا كرئيس نادي انا لما 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 تواصلت مع مجموعه من محبين المرخيه ومن الاداره يقولون في مركزيه، في مباراه كلها انا المرخيه فقط. لا الآن أنت تقول أنا مؤسس النادي. أنت أشوف كإعلامي بتدور طبعاً فقرات أو بتدور يعني أي حاجة تثير الموضوع أو إلى آخره. المرخية مش أول مرة أول شيء يصعد. سنة 2000 صعد الدرجة الأولى وأول نادي يصعد الدرجة الأولى. نعم. صح ولا لا؟ حلو. أيوة، وأول نادي درجة ثانية هو يحقق بطل دوري الدرجة الثانية. يعني كان هو سبق مع الدرجة الثانية، كان هو اللي سبق. الآن صعد الدرجة الأولى وحقق أرقام قياسية، وأعتقد أنه ما حقدر أتكلم فيها. لما الأعضاء هذيلا دشوا، هي يعني خلني أقول لك يا موضوع غيره، يعني كيف إحنا طلعنا من النادي. لما طلعنا من النادي النادي جاء وحقق أرقام قياسية، كيف؟ فهي موضوع غيره، يعني موضوع لا أكثر ولا أقل. إذا برجع حق موضوع المدرب أنا اللي كنت أراهن عليه وأنه مدرب وطني. راح نجي براشد على المدرب اللي أقلته بعد 3 مباريات، راح نجيك. وكانت صدمة للمتابعين أن المرخية يقيل المدرب يوسف آدم في أول 3 مباريات. حسن العتيبي، راح أفيك من جديد. شو اللي قاعد يصير في نادي المرخية؟ أنت بصفتك محايد ناقد إعلامي، هل اللي قاعد يصير شيء صحي؟ نادي من أول 3 مباريات مشاكل إدارية، إقالة للمدرب. شوف أخوي راشد، المنطق يقول بدري على الإقالة. طبعا احنا ما جاء أخوي مبارك هنا إلا عشان يبرر. لا انا ما ابغيك. لا خلينا احنا اول شيء نتكلم بشكل عام. لو واحد قرأ الجريدة وشاف ان اول إقالة في اول 3 مباريات او اول 3 جولات، لو انه واحد ممتعد عن الرياضة بيقول في حاجة في الموضوع. طبعا اخوي مبارك غني عن التعريف، الناس كان متواجدين من اعتقد من سنه 95 اول سنه تاسس فيها نادي الاتفاق، وصعد فيه مثل ما تكرم، وتحول بعدين للمرخيه، وتحول بعدين اللي هو في سنه 2004 بعد ما تحولت الى مناطق. نعم. من عرفنا الكوره احنا نعرف مبارك النعيمي، غني عن التعريف،
الحين احنا مبارك احنا خالصين مبارك راجل مخلص رمز من رموز النادي احنا خالصين. لازم نعطي حقه اول طيب. شيء لازم نعطي عطني حقه. عطني يعني ابو راشد يعني ما اعتقد يعني ما يحتاج هذه المجاملات. عطني لا حسن العتيبي الحين ذاك الحين انا مباريات. انا اعرف مبارك واعرف الكابتن يوسف ادم. إقالة يوسف آدم أول شيء يوسف آدم من المدربين الأكفاء وعلى المستوى المحلي هو وكان يدرب المنتخب وإحنا عارفين إمكانياته. في سبب أنا أقولك لازم في سبب. أنت السبب اللي أنا قريته في الجريدة وعن طريق الإعلام إن المدرب ما كان متوافق مع الجهاز الفني والإداري. أول شيء الصلاحية والكعب الأعلى لمن المفروض يكون؟ هل هو للجهاز الإداري ولا يكون المدرب؟ المفروض المدرب يعني كل حاجة المفروض تكون في صفة لغاية إحنا ما ننهي القسم الأول وبعدها نطلع مثل ما تقول الأوراق تعال يا يوسف أنت سويت كذا 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 كذا. إذا كانت في أي يعني مثل ما تقول أي في تقصير إن كان من الإدارة أو المدرب. طيب إحنا خلنا نسأل براشد بس يا ريت تكون الأجوبة سريعة أبو راشد. لا سريعة. بس سؤال أخوي راشد. تفضل. سؤال أنا بس كنت بعرف هل الجهاز الإداري الطاقم الفني كان عن طريقكم ولا عن طريق يوسف؟ لا أنا أول ما اتفقت مع الكابتن يوسف قلت له الجهاز الفني والجهاز الإداري ما يتغير. ما يتغير. أي أنت بتجي إذا أنت موافق إنك بتجي هذا الجهاز الفني والجهاز الإداري يبقى. فوافق على الشيء هذه. لما بدينا ببداية الموسم كابتن يوسف اشتكوا من الجماعة كلهم من الجهاز الإداري. من اللي اشتكى؟ الجهاز الفني. لاعبين. مساعد مدرب. مدرب حراس. طاقم الفني كامل يعني. نفس الشيء الطاقم الإداري. فجلست مع يا كابتن يوسف يعني أنا وعلنتها وكل حاجة بني أنا أراهن عليك بأن أنت مدرب وطني. فلازم يكون في تعاون ما بينك بين الجهاز الفني والإداري. إذا ما كان في تعاون عمر الشغل ما راح يتطور. لازم يكون في توافق، لازم يكون في تعاون ما بينك وبينهم. وهذا الاتفاق اللي صار قبل ما أوقع معك العقد. طيب. قال خلاص هذا بداية الموسم ترى الفكرة قبل الدوري. طيب شو اللي صار بعدين؟ نفس الحاجة الجماعة قالوا ما يتعاون معنا نهائيا. يعني هل؟ أنا كان يتدخل يعني الطاقم الفني كان يتدخل؟ لا ما كان يشيرهم. معروف الطاقم الفني وش دوره يعني. ايه ما كان انت عليك انا كمدرب عندي الله يسلمك اعطيك القائمه انا اقول لك تمرين كذا 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 بس ايه هم يجهزون انا الخطه أنا وين التعارف في الموضوع براشد. ما في كان براشد يعني كان ما كان انا بسالك موجودة. انا بسالك براشد هل من المعقول ان تقيل مدرب في اول ثلاث مباريات وهو المدرب اللي راح معاك المعسكر وهو اللي أنت صارف عليه وأنت اللي راح تدفع له العقد كامل شو اللي يخليك تغيله في ثلاث مباريات المرخية ما ينافس على لقب الدوري؟ لا أول شيء أنك عقد كامل لا في شرط جزائي ما في عقد كامل شرط جزائي أنت اللي أقلته مش هو اللي طلب الاستغالة إيه لا موجود شرط جزائي بس شلون؟ هاي أول مرة يعني كل الأندية الآن وكل أنك تغيله؟ كل الأندية الآن الشرط الجزائي هي موجود حق اللعيبة موجود هذه بدايتها حتى خاصة السنة هذه وهذا ثرى عن طريق حتى الاتحاد ووزارة الثقافة بأن الشرط الجزائي يجب أنك تحطه حق اللاعب وتحطه حق أي واحد يعني أنا ما قيله وأنا مسوي معاك حق سنة ولا سنتين وراح أعطيك إياها كاملة هذه كانت أخطاء سابقة لكن الحين الآن لا تعدل كل شيء توقع بأن كل اللعيبة اللي موجودين الشرط الجزائي موجود الآن حق مدرب حق اي شيء اول ما كانوا يحطون الشرط الجزائي لكن لا الشرط الجزائي هذا بس موجود في مبلغ تدفع شرط جزائي فقط ما ندفع له مبلغ حق حالتي اذا قلت يوسف اي هو شرط ياخذ له مبلغ هو شرط الجزائي هذا مش هدر للمال العام يا ابو راشد انت لما تصرف على مدرب وتوديه معسكر معاك في اول ثلاث مباريات فايز على السد يا ابو راشد لا انت شوف انت في الملعب فاز على السد خلك من القرار الاداري شوف شرط الجزائي موجود وما فيه يعني اي هدر مال ولا فيه اي شيء الشيء والشيء اللي الاهم ان انت ما تنظر حق اني انا اقلت مدرب ولا كذي اهم شيء اني انا اشوف بان الفريق وال طيب ممكن نعرف كم دفعته حق يوسف هذا ابو راشد صراحه لا كان عقده هو 700 تقريبا 700 ايه واللي دفعته له هي السبعمية هو خذ اللي تبقى اللي معانا كان
هو خذاه وفي شرط جزائي يعني 200 300 تقريبا ما تعد. والشرط الجزائي هو لازم يدفع لكم الحين؟ لا 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 احنا اللي ندفع. شرط جزائي هو في حاله انه كم تقريبا ابو راشد؟ مو بكثير يعني، يمكن في حدود ال 200 بعد، في حدود ال 200 تقريبا. طيب هذه 500 ابو راشد. طيب هو وهو طبعا المدرب انت لما بتغيله المدرب بعد ما قصر واشتغل معاك. هذا الكلام هذا احنا هاي اللي نقوله. إيه ليش تغيله؟ اي بس يعني ما في مجلس اداره بيقيل مدربه او كذي الا لا في اسباب معينه انه يشوف المسار اللي هو طيب. اللي ماشي فيه انه مو صحيح. راح نرجع لك براشد. مستحيل يعني ان انا اشوف اني والله فريقي بيمشي وانها يعني انت من ثلاث مباريات حكمت. ما عليه براشد بنرجع لك، لكن عندنا مشاهد كرام ايضا، خلنا نشوف راي عبد العزيز معرفي من جريده الشرق وشنو وجهه نظر جريده الشرق الرياضيه وتحديدا عند عبد العزيز معرفي. خلنا نشوف ونرجع لكم. والله قرار متسرع في البدايه، اعتقد انه ما كان في اي دراسه، ما كان في نظره للمستقبل. يوسف ادم قدم ثلاث مباريات في وجهه نظري انا، يمكن باستثناء الاخيره، مباريات جميله كانت، مباريات جيده، وما ادري على اي اساس وشنو الاسباب او اللي خلت مجلس اداره نادي المرخيه براسه اخوي مبارك نعيمي انه يتخذون هذا القرار. بصراحه قرار غير مدروس من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الماديه. انت لما توقع مع مدرب اكيد في شرط جزائي، فالامور هذه كلها تاثر اكيد على ميزانيه النادي، وايضا الانديه في الوقت نفسه قاعد تشتكي من قلة ميزانيتها، من عدم مش عدم الدعم، من قلة الموارد اللي تجيها. أنا وجهة نظري أنا تقريبا شبه متأكد أن الرجال كان يبي يدخل الدوري، وهو كان يبي يبعد فقط عن الهبوط. يعني احنا عارفين أن السنة في فريقين راح يهبطون. تحاسب يوسف آدم على أي أساس بعد ثلاث مباريات؟ احنا إذا أنديتنا بتمشي بالطريقة هذه فعلى الكرة القطرية السلام. احنا ماخذين المدرب الوطني إنه مدرب طوارئ أو مدرب مؤقت، لكن أنا ما أعتقد أن نادي المرخية لما تعاقد مع يوسف آدم كان حاطة مدرب طوارئ. وجهة نظري أنا، وجهة نظر حتى جميع الإخوان يمكن النقاد المتابعين، بأن خروج يوسف آدم بهذه الصورة كان صدمة كبيرة بالنسبة للشارع الرياض. الأخ مبارك نعيمي طبعا الحين يواجه موجة كبيرة من الانتقادات داخل الجمعية العمومية، داخل جمعية العمومية في نادي المرخية. ممكن فكر أخوي مبارك أن من ضمن الانتقادات هذه نتائج الفريق الثلاثة وخسارته، قال لك أضحي بيوسف آدم، وإذا سألوني أقول لهم والله أنا ضحيت بالمدرب. زين، ممكن في ناس يقول لك شخصية يوسف آدم قوية في الفريق، فيمكن بعد الأخ مبارك ما يحب أن تكون في شخصية أقوى من شخصيته في النادي. هذه أمور والله العظيم تكلموا فيها الشارع الرياضي. أتمنى أن فريق المرخية يركز مع المدرب الجديد عشان ايش يطلعون من المشكله هذه، خاصه انهم عندهم مشكله كبيره في النادي الحين، احتمال اسقاط مجلس الاداره. فهم الحين اللعيبه بين مشكلتين، المدرب اللي طلع من عندهم فجاه، اوكي يعني تخيل اليوم انا قاعد ادربك اروح البيت ارقد، اي ثاني يوم مدربي غير. راشد دائما يتهمون مبارك نعيمي انه هو الون مان شو، يتعامل في النادي بمركزية. الان تكلمت عن يوسف ادم، في نفس الوقت ذكرت ان يوسف خذ 500,000 ومشى. كل حتى اي مدرب واي لاعب لازم كذا، مو بأفضل أنه يأخذ الموسم كامل، يأخذ الشرط، يأخذ العقد كامل، يأخذ الشرط الجزائي هو الأفضل. وأي لاعب بكرة بشيله نفس الشيء. أيدك في نائب الرئيس؟ إذا في نائب الرئيس أيدك في القرار؟ أكيد مجلس الإدارة كامل، ما سوينا إحنا أي شيء. مأيدينك؟ أكيد طبعا، ولا راح في قرار يصدر إلا لازم مجلس الإدارة كامل نجتمع ونقرر عليه. لما أنت ذكرت لي قلت لي يعني ما عليش يعني الناس اللي مثل عبد العزيز الحين مثلا اتكلم، هذه كيف انا اتكلم وانا ما اعرف النادي ولا اجواء ولا جيت النادي ولا اعرف اي شيء عنه؟ كيف انا اجي اتكلم بس اقول مجرد بس في الاعلام انا اتكلم عن شيء وانا ما اعرف الخفايا شنو هي؟ هل هو الناس اللي بتتكلم هذه هم حريصين اكثر من مجلس الاداره النادي؟ لا طبعا اكيد،
مجلس إدارة النادي هي الحريصة وهي اللي تعرف الخفايا وهي اللي تعرف الأخطاء واللي تعرف هذه وتروح تصلح وتصلح الأخطاء هذه. نعم. الكابتن يوسف كابتن غني عن التعريف، مدرب ناجح، مدرب قدير، مدرب وطني. أنا واحد اللي وقفت، أنا الوحيد اللي وقفت، مع أنه يعني جتني أقاوين من الأندية الثانية أن يوسف آدم ما راح يكمل معاك ما راح يكمل معاك. وقفت والله معاه وقفة رجل، جلست معاه لا يقل عن 5 مرات في اجتماع، حاولت قد ما أقدر بأن يا كابتن يوسف إحنا نراهن عليك، أنت المدرب الوطني الوحيد. شن هي كانت المشكلة الرئيسية؟ يعني مشكلة رئيسية بأنها يعني هو عدم تقبل يعني طلاقا. حاولت يعني مستحيل حد يكون يعني نفس اللي قمت فيها أنا الدور اللي معاه، ما أعتقد أن أحد هذه. فحاولت قد ما أقدر يعني حاولت أني أوقف معاه. مبارك أنت لك باع طويل في الإدارة، 25 سنة، يعني لا 22 سنة، ممكن 23 سنة. الأمور دائما إحنا نعطي الصلاحية حق المدرب إطلاقا كامل، ودائما إحنا نقول حق اللي تحت تعاونوا مع المدرب اللي فوق، صح ولا لا؟ صحيح. لأن إحنا الهدف الأساسي عندنا المدرب، هو اللي يوضع الخطة، هو اللي يوضع الاستراتيجية كاملة من بداية المعسكر. فمش من المنطق، مش من المنطق إن إحنا نوقف في صف الطاقم الفني عشان المدرب. أول حاجة مثل ما تكلمت بيكون فيها هدر مال. ثاني شيء، يوسف قدم مباراة كبيرة في مباراة الافتتاح اللي هي مع السدلة، ولا الخطأ الإداري اللي صار. قدم مباراة ممتازة وجميلة، وكل الكل أشاد إن المرخية بيكون رقم صعب في الموسم هذا. المباراة الثانية اللي هي مع قطر أدى لكن سوء تقدير، وما حالفكم الحظ إنكم أنتم على الأقل كنتوا تطلعون بالتعادل في المباراة هذه. السالية الهزيمة اللي 5 طبعا أتوقع أنها هي تكون نفسية، حكم أن النتيجة طلعت أن قلب النتيجة وحق 3-0 حقنا، أتوقع أن هذه يمكن أثرت نفسيا على لعيبة. لكن كمستوى النتيجة طلعت قبل مباراة قطر. كمستوى إحنا دائما نقول المرخية إذا 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 مشى بالطريق هذا وأقال مدرب، معناته الله يسلمك أنا محتاج مدرب جديد، معناته الله يسلمك لازم يتأقلم مع اللعيبة، لازم يعرف إمكانيات اللعيبة. يعني كأنه معسكر في الوقت الراهن ما في إمكانية للتجربة. طيب إحنا راح نعود براشد، تستحملنا اليوم؟ لا لا أنا مستحمل، خل صدرك وسيع، بس تأكد، ما عندك مشكلة، تأكد أني برد عليك بالجواب هو صحيح. راح نرجع لكم. وقبل يومين كان عندكم إضراب بعض اللاعبين وعندكم بعض الرواتب المتأخرة، راح نرجع لك براشد أكيد عشان ترد. عموما بعد الفاصل مشاهدي الكرام تتابعون معنا تقرير يرصد نتائج مباريات المرخية في الدوري وموقف الجمعية العمومية من الرئيس. بعد موسم ولا أروع قدمه الفريق بدوري الدرجة الثانية في العام الماضي، صعد المرخية إلى دوري النجوم بجدارة واستحقاق بعدما حصد كل نقاط المباريات التي خاضها باستثناء تعادل وحيد مع فريق قطر في المباراة الأخيرة له بالدوري. وتفائل الجميع خيرا بعودة المرخية لدوري الكبار، وتوقع البعض أن يواصل الفريق تألقه في الدرجة الأولى بعدما خطف كل الأضواء في الثانية وقدم موسما استثنائيا. ولكن يبدو أن المشاكل بدأت تطارد المرخية مبكرا جدا، وذلك بعدما تمت إقالة الإيطالي ديلبرتو المدير الفني من منصبه رغم نجاحه في قيادة الفريق للصعود للدوري، وتم إسناد المهمة للمدرب الوطني يوسف آدم الذي لم يكد يكمل مباراته الرسمية الثالثة بالدوري حتى لحق بمن سبقه وتمت إقالته، ليتم تعيين المدرب المصري أيمن منصور لقيادة الفريق. بداية المرخية في الدوري هذا الموسم لم تكن أبدا سيئة، وإنما جاءت في قمة التميز بعدما نجح الفريق في الفوز على السد بهدفين لهدف، ولكنه الفوز الذي تم إلغاؤه واحتسبت المباراة إداريا لصالح السد بثلاثة أهداف نظيفة. وتعرض المرخية لخسارتين بعد مباراة السد أمام قطر والسيرية، ليتجمد رصيد الفريق بلا نقاط، وكان من الطبيعي أن يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب.
وسارعت إدارة النادي بالتعاقد مع المدرب أيمن منصور على اعتبار معرفته بالفريق، خاصة أنه سبق وقام بتدريبه أكثر من مرة من قبل في دوري الدرجة الثانية، بجانب أنه كان مدربا لفريق الشباب بالنادي قبل اختياره للفريق الأول. إدارة المرخية برئاسة مبارك الناعيمي تسعى لتوفير كل عناصر النجاح للفريق، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستنجح إدارة النادي في إبعاد فريق الكرة عن صراع الانتخابات الذي يبدو أنه سيكون ساخناً على منصب الرئيس بين المرشح مبارك الناعيمي الرئيس الحالي وخالد المسافري المرشح لمنصب الرئاسة؟ أم سيدفع الفريق ثمن الصراعات الانتخابية التي بدأت مبكراً بالتصريحات الساخنة على صفحات الجرائد؟ راشد، يوسف آدم زعلان منكم؟ الآن هو زعلان ولا العلاقة طيبة؟ بالعكس، هو قال لي يعني أنا أجي أزورك والأمر طبيعي عادي، ما في أي شيء. اليوم قال لك ولا قبل الإقالة ولا بعد الإقالة؟ بعد الإقالة قال لك أنا وقبل أجيك وقبل الإقالة. مش زعلان؟ لا لا لا، على حسب مصادرنا براشد انه زعلان. هو بيزعل اكيد شويه، لكن احنا انت تقول مش زعلان. لا، هو كلامه لي اني انا اجي ازورك في اي وقت وحاجيك الامر طبيعي. بس مشكلته انه كان عنيد. والله هو المشكلته بس انه يعني اي مدرب عنيد ترى المدربين لا لا لا. اي مدرب عنيد ترى ممكن انه يقال. اسمع اسمع يا خلاص اسمع يعني انا حريص كل الحرص، يعني انا ما انظر حي، انا حريص لاني انا في شيء غير انه عنيد. لا 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 لا، شوف، هو انا زي ما ذكرت الكابتن يوسف فنيا ما عليه كلام صراحة، ما عليه أي كلام. الاتفاق اللي اتفقت معاه قبل العقد أن الجهاز الفني والجهاز الإداري ما يتغير. لما وقعنا العقد وبدينا مع التمارين وكذي هو رفضها. طيب، هنا خالف العقد، يعني هاي المشكلة. عموماً أنا ما أقدر. عموماً هو خذ الفلوس وتوكل على الله وبيروح بيشوف له نادي، ويوسف آدم معه وكل خسران نادي المرخية. لا لا، بالعكس، الفلوس اللي دفعتوها حق يوسف في 3 مباريات كان ممكن أن أنتوا تستفيدون منها. أنت تعرف أني أنا وفرت؟ ما يصير وفرت براشد. أنا وفرت هاي الفلوس اللي عادي باقي مبلغ كبير له، وكان مفروض بتجيب مدرب ثاني. لو نادي المدرب الثاني أنا موجود عندي اللي هو كابتن أيمن منصور. بتخلي أيمن منصور لين آخر الدوري؟ طبعا أكيد. طيب، يعني في حد ما يعرف كابتن أيمن منصور؟ أيمن منصور. إيه. طيب، ما في حد معي بعد. وين كان موجود كابتن أيمن منصور؟ كان موجود في الدوحة هني، وكان موجود في الخرطيات، وكان موجود معاي ومساك الفريق الأول، وموجود في مصر ماسك درجة أولى. عيل عيل عيل، أنتم بيتين النية براشد نشيلون يوسف آدم؟ لا والله، توفرون؟ لا والله، ما خلتني حلف لا بيتين النية ولا شيء، وأنا ما وقعت معاه. عموما هو موجود معاي أصل كابتن أيمن منصور. طيب، سنوات موجود معاي. موقفكم عقب سحب النقاط من نادي السد الآن خلاص انتهى الموضوع، نسيتوه ولا بترفعون الأمر للفيفا؟ والله بحقيقة يعني احنا شفنا اللائحة وجبنا محامي بحقيقة، وشاف النقاط وشاف درس اللائحة بالكامل. في حاجات صراحة 50% معانا و 50% مع لجنة الانضباط اللي هم قرروا عليه، لكن في الأخير في النهاية اللائحة تقول لجنة الانضباط هي اللي لها أحقية، يعني لأن من المفروض بأن احتجاج السد المفروض لما قدم الاحتجاج ما يقدمها خلال ساعتين. مبارك. ما تقدم في خلال ساعتين. مبارك. بس خليني أكمل السؤال، خليني أكمل النقطة. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، هو أصلاً لا الاتحادي عنده خبر ولا السد عنده خبر. منو اللي بلغ عليكم؟ في جماعة هم اللي خربوا النادي صراحة. راشد، واللي سلمك؟ والله أنا واللي سلمك؟ هذه الأمور، هذا الكلام اللي أنا جاني. أنا أقول لك، أنا أقول لك، يعني الحين تتهم ربعك أن هم اللي علموا عليك؟ لا أنا ما أتكلم، أنا أقول لك اللي هم بدأوا يخربوا. وين يداريك؟ وين يداريك أنت قبل ما يشرك اللاعب؟ وين يداريك أنت؟ مو بعارف أن ذي اللاعب عليه غاف؟ أنا كنت بسألك عليه، هل كتبتوا كتاب الاتحاد إفادة بعدد اللعيب الموقفين عندكم، وخاصة إنه فريق صاعد للدرجة الأولى؟ ما فيه كتاب، ما الاتحاد يحط لك في السيستم اللعيبة اللي موقفين. طيب، مش موجود هذا. شلون مش موجود؟ ما موجود. شلون أعرف إن اللاعب هذا هم يحطون عليه عقوبة؟ هم اللي في الاتحاد من العام الماضي إلى أي لاعب موقف تبغي تحط عليه في السكور عشان تحطه في السكور ما يعطيك في الجهاز، ما يعطيك. انت الحين قبل المباراه لازم تطلع سكور كامل لعيبه. طيب، اوكي، تبعث اساميهم. صحيح. اول ما تحط عليه
اللاعب صالح اليهري لما صارت عليه المشكله هاي سحب النقاط، بعدها بيومين حطوا بلوك عليه في شو اسمه في الجهاز، لان عشان بس الاداري لازم يعرف يلعب في تحت ال 23 بيلعب تحت 23. الاداري لازم يعرف اللوائح، ما يصير كل الانديه شلون التعامل مع الايقافات واللوائح وشلون يتعاملون. لا انا معاك، بس لا انا اشوف مراجعه من جانب احنا فينا عندنا خطا تقصير حلو من جانب سويت مع التقصير من جانب المدرب. لا المدرب ما له ذنب صح. لا ما له ذنب. سويت مع التقصير ما له دعوه المدرب في الامور هذه، ما له دعوه في مباراه سد نهائي يعني ولا سحب النقاط. ايش سويت مع التقصير؟ سويت مع التقصير، احنا رفعنا وبذلنا مجهود ولين الان التقصير اللي عندك اللي بسببه انسحبت النقاط. لا انا ما يصير انا اعاقب الاداره اللي عندي، الاداري اقبل عندي ضيع مجهود فريق. وهل هو كان وده انه شو اسمه ضيع مجهود فريق فايز على السد؟ هل يا راشد انا مو بالعقاب على طول يعني، انا بس اي واحد يخطئ، ما في انسان ما يخطئ، كلنا خطائين. اكو عاقبت يوسف ادم شليته؟ لا يوسف ادم ما له اي ذنب في الموضوع هذا، ما له اي ذنب كلش يعني، ولا يعني لو كان في الإقالة كان قبل المباراة بعد مباراة السد ما لا يعني النتائج بناء على النتائج يعني التراكمات اللي صارت أثرت على الكابتن يوسف أتوقع. لا أنا أشوف أنا مصر على كلامي وأنا واثق من كلامي وهاي اللي أقوله هو الكلام الصحيح. بعد أخوي مبارك لو يوسف آدم لو تفاهم كان تفاهم بينه نفس الاتفاق اللي اتفقت معاه قبل هذه مع الجهاز الفني والجهاز الإداري. طيب صدقني ما يدري براشد، بس هو اللي ما تخشى، هو اللي رفع. ما تخشى الان عقب هذه المشاكل كلها بالاضافه الى المشاكل الاداريه اللي عند ان الاداريه اللي عندكم ان يتم سحب الثقه من مبارك نعيمي، ولا ليه الحين انت تشوف نفسك ان انت الرجل المناسب واللي تقود نادي المرخيه؟ هذه ما لها اي علاقه، ما لها علاقه سحب الثقه في هذه الاداره. اداره النادي هي تدير النادي وتشوف الاشياء الصحيحه والى اخره، اما سحب الثقه هذا موضوع الحين في تاريخ 12 في جمع في اجتماع عندك. نعم في جمعيه تم تصويت على سحب الثقه منك. اي هذه الاعضاء. طيب ليش مراشد ما لا بس خلني اوضح لك يعني حتى الناس اللي دشوا الاعضاء ما يعرفون الانظمه ولا يعرفون القوانين اللي في الاتحاد اللي في وزاره الثقافه والرياضه، ولا يعرفون سحب الثقه كم العدد اللي يجي، ولا يعرفون يعني هاي قدامي انا. فجات مجموعة جديدة، هذه مجموعة ترى على فكرة مجموعة 15 عضو تسجل بدون علم النادي والآن قدموا استقالاتهم الخمسة. هذا الاتهام موجه لك أنت. لا مش عندي. لا للـ15 ما في اتهام موجود عليك هذا على حسب مصادري. في اتهام على مبارك نعيمي أن أنت سجلت أعضاء وهميين على اساس لا ما يصير. ما في شكوى وصلت الى في وزاره يا اخي الله يهديك اللي تقصدهم ال15 اللي تسجلوا عن طريق الوزاره مش عن طريق النادي. والان شوف عشان انا اثبت لك خمسه منهم قدوا استقالاتهم الان احنا بعثين حق الوزاره كتاب حققوا في الامر. هذا اللي جبتوهم هم الجماعه اللي جابوهم 15 عضو جداد. ابو راشد انت ايش رايك؟ ما في شكوى وصلت؟ لا معلش ما في شكوى وصلت بخصوص ان عندك تجاوزات اداريه ضبط قضائي؟ لا ما في هذه الامور. لا ما في هذه، فيه امور هم اتهموا النادي بان فيه هدر المال العام والى اخره، فهذه رفعت حق النيابه. انا اللي رفعها عليهم بانك تتهم النادي. تخيل انك تطلع في الصحافه وتخرب سمعه الرياضه وتخرب سمعه نادي المرخيه لما تجي انت كامين سر كنت. طيب قبل حاجه وتي وتقول والله شغل تحت الطاولة. هذه المعلومات بناصر حسن العتيبي، هذه المعلومات نعم على حسب مصادر برنامج رياضة. نعم شكاوي اللاعبين والقضايا المرفوعة للنادي، هذه اللي مرفوعة. أي لعيبة؟ ما عندنا لعيبة. عندك عدد اللاعبين ضده في الموسم الحالي فقط هناك أكثر من 4 شكاوي غيد النظر، والآن البعض منها مرشح لن يصعد للفيفا كقضية اللاعب المحترف محمد طيايبة. لا هذه موضوع شوف طيب زي ما قلت لك، أنا ذكرت لك في شرط جزائي يا أخي. إذا أنا ما حميت عن النادي من اللي بيحمي؟ الموقع الإلكتروني. أيوة من اللي ما حمي الموقع الإلكتروني. طيب إيش رأيك أنه مو مرفوعة هي الموقع الإلكتروني؟ خليني أقول لك إيش رأيك أن محمد طيايبة أنه ما اشتكى وأنه رجع ثاني يقول لك أنا أبي أتصالح معاكم بس وعطوني اللي كذا. فقلنا لا ما يصير، أنت عليك شرط جزائي، ليش أنت ما نفذت؟ ليه اليوم ترى ما فيها شكوى. طيب
طيب لأن لما عرف أنه مخطئ في شكوى رجع. على الموقع الإلكتروني مبارك نعيم استقل موقع إلكتروني لأمراض شخصية. الموقع الإلكتروني الحين أنت تكتب نادي المرخية موقع نادي المرخية يطلع لك كامل. ما في في موجود كل حاجة ما في شيء سري. استغليته يعني. في تسويق شخصي. لا 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 هذا موضوع عشان المدربين وعشان الإداريين وإلى آخره. الموقع اللي حاطينه ما في حتى فلوس ولا في أي شيء. الشهادات المزورة الموظفين اللي وظفتهم. أي في النادي. لا ما في. هذا مش كلامي أبو راشد. أنا أعرف بس أنت وضح لي. أنت وضح لي لا تأخذ من كلام ناس ما هذه أي تزوير. ما في شيء يطلع لك إلا عن طريق الوزارة. الوزارة هي اللي تدقق وهي اللي تعرف. لكن أنا بجيب أتهم. هو الاتهام حق منه. حق الإدارة. لا الاتهام الرئيس. الاتهام حق التحكم. الملاعب. الملاعب. أنا بقول لك الاتهام هذا لما انكتب بأن بعض المدربين مزورين. يعني موجود. لا هذا هي اتهام مو بالنادي. على وين؟ النادي ما له أي دعوة في الكتب ولا في هذه. هذه حق اتحاد كرة القدم. من اللي طرش؟ هو اللي وظفهم اتحاد كرة القدم هو اللي. طيب الملاعب. واللي تشيك على الملاعب أيضا الملاعب آخر نقطة. الملاعب تأجرونها لمؤسسات ولجان مثلا تستأجر الملاعب. إيراد الملاعب هذه ما يروح في خزينة النادي. وين يروح؟ أنت هل تعرف شنو هي الملاعب؟ ملاعب هذه مش الملاعب مات النادي هاي. ملاعب احنا مسوين عقد مع شركه مسوين الملاعب الصغيره هذه. طيب هذه موجوده في السد وموجوده في العربي وموجوده في مدريد في قطر موجوده هذه موجوده في فواتير موجوده وكل حاجه في النادي. ايه انت شوف لما تسالني لا تطلع من الموضوع عشان اجاوبك على صحيح. انت لما قلت لي شهاده المدربين مزورين هذا التام حق كره القدم مش النادي. النادي ما له دعوه في الوظائف ولا دعوه هذه. النادي ياخذ يجيب المدرب يقول يا اتحاد كره القدم اللجنه الفنيه هذا مدرب تشيكوا عليه والى اخره. لما انت تجي برا وتتهم المدربين وتتهم النادي. طيب عندنا يعني عندنا عندنا لقاء مع منصور معلش انا بقول لك تبي الصراحه هذا كله تخريب. تخريب هذا تخريب من من لما تجي من انت من التخريب من هاي الجماعه. الجماعه من سمهم الجماعه هاي اللي داشين لك وهذه جميل عبيد وش اسمه رفعك هاي اللي اشتغلوا معاك من يوم اسست النادي. هذا اللي اشتغل انا صار مربيهم انا اللي جايبه. طيب عندنا لقاء مع منصور النعيمي. اي نعم امين الصندوق. لا مدير النادي. مدير النادي نعم. هو يقرب لك نعم بعد ما طلع كل الموظفين كل مركزيه في كل جماعتك وربعك براشد ما جبت من الطرف الاخر اللي مثل الراي الاخر كل اللي حواليك تبغيهم اللي ايدونك. يا اخي انت 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 لازم تجيب الاصلح. بتشل واحد مو باصلح وبتجيب واحد اصلح. اول شيء جميل عبيد لما طلع هو اللي مقدم استقالته. انا ما شليت هو بروحه مقدم استقالة. نعم أعلنها في الجريدة قدم استقالة. قبل ما نروح اللقاء. إذا الجماعة ما يبغون مبارك نعيمي يا أخي ترجل خلاص واترك النادي. ولا أترك حد من؟ ما في حد. هو جميل عبيد لما كان من هذه كان النادي فاشل. لما كان أمير السر. لما طلع وجاء مدير النادي واحد غيره حطم الأرقام قياسية. الأرقام هي اللي تتكلم مش أنا اللي أتكلم. خلنا نشوف ما أدري صراحة حسن عتيم يتكلم الأرقام شو تقول بيتكلم حسن بس خلنا نشوف منصور نعيمي عشان يبرد قلبك شوي. منصور نعيمي مدير نادي المرخية تصريحه لبرنامج رياضة خلنا نشوفه وياك. بقالة يوسف آدم طبعا هي صارت يعني ما في تعاون بين يوسف آدم والجهاز الإداري والفني وتمت إقالته. طبعاً قاعد جلس معه الرئيس النادي كذا مرة وكلمه في هالموضوع ورجع نفس الكلام يعني ما في تعاون أي تعاون معه ومع الجهاز الإداري والفني. فما نقدر إحنا نبدل جهاز إداري وجهاز فني كامل عشان مدرب واحد طبعاً. فعشان شكل إحنا ما نتلاحق الموضوع طبعاً يا المدرب يا لأنه مش متعاون ولا متفاهم مع الجهاز الإداري والفني. كل أعضاء يقدرون لهم الحرية طبعاً الأعضاء في كل مكان إنهم يقدمون اقتراحات أو غيره بسقاط أو غيره وهذا طبعاً هم أعداد بسيطة وأعضاء فيه أعضاء جدد ما يعرفون أي شيء عن النادي وجدد يعني توهم مسجلين ولكن هذه طبعاً تصير ما في مشكلة. لكن النادي محقق أقوى نتائج وصاعد درجة أولى يجي في هالوقت هذا تخريب يعني. فيه عندنا محاسب في النادي وفي محاسب في اللجنة الأولمبية وفي مدقق حسابات من شركة معينة احنا نقيمها ضمن اللي هو الجمعية العمومية الأعضاء هم اللي يختارون اللي هي شركة التدقيق. والله أتمنى من جماهير نادي المرخية
ومشجعين نادي المرخية يتكاتفون ويجون يحضرون ويأزرون الفريق، لأن في هالوقت إحنا محتاجينهم صراحة. وإن شاء الله نوعدهم إن شاء الله أن نحقق نتائج بإذن الله تسعدهم وترضيهم. تغريدات على هاشتاغ البرنامج براشد، معلش استحملنا يعني براشد، ولك الحرية أنك ترد. واحد من مشجعين نادي المرخية على هاشتاغ البرنامج يقول: تأجير الملاعب 60,000 ريال شهريا لم تدخل في ميزانية النادي السنة بالإضافة لإيرادات الكافيتيريا، ما ندري وين تروح. المسيفري الهاجري يقول: بصراحة الرئيس يتخبط، معلش. بعد المسيفري يقول: الجهاز الإداري مهامه مختلفة عن مهام الجهاز الفني، كيف يمكن أن تتدخل في عمل المدرب والجهاز الإداري؟ هذه كلها من مشجعين ومتابعين نادي المرخية. بناصر، عطني بناصر، قول لي اللي عندك على طول. من اللي واضح قدامنا، أول شيء عملية سحب الثقة من مبارك جات بناء على إيش؟ أن الفريق بعد ما كان هناك الجمعية العمومية اللي تصير في جميع الأندية اللي كانت في تاريخ 19/8 صح؟ وعدم اكتمال النصاب صار في تاريخ 20 اليوم الثاني. بعد عرض القوائم المالية اللي هو صار في اعتراض من الأعضاء الموجودين أنهم مش موافقين على الأمور المالية وأنهم يرغبون في سحب الثقة، معناتها لما أنت تعقد جمعية عمومية غير عادية مش بالسهل أنك أنت تعقد جمعية إلا إذا كانت في أشياء ثوابت. ومبارك في ثوابت، هذا 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 الوزارة وافقت على عقد الجمعية الغير عادية، يعني معناته مش معناته أنا بس أتكلم لك بالصورة العامة، بس أوضح لكم ترى بس أكمل كلامي ما عليك مبارك. أنا أتكلم لك كعام، لما أنا تجي على أساس أنت تعمل جمعية غير عادية مش عشان نتائج، أنا ما ينظرون لك أصلاً للجمعية إلا إذا كان فيه ثوابت. المستندات هذه لا أنا أدري فيها ولا أخوي راشد أنت ممكن تدري فيها. وصلت الفكرة. لا أنت تقصد أن في ثوابت وفيه اتهامات حقيقية قبلت فيها الوزارة على ضوءها بتعقد جلسة غير عادية في تاريخ 12. لا أوضح لك شلون. الجمعيات الغير عادية هي الجمعية الآن ما فيها ترشيحات، ما فيها إلا بعد 3 سنوات، هاي حق الأندية كلها اللي هي الانتخابات يسمونها. طيب العام الماضي اللي هو هذه السنة صارت اللي فيها في حطه في النظام في القانون اللائحة بأنه في سحب ثقة ما كانت موجودة هذه من قبل. الجماعة لما جاوا عشان سحب الثقة جابوا 15 عضو وتسجل عن طريق منه عن طريق الوزارة، ما جاء عن طريق النادي، هاي اللي أقول لك إياهم. الآن 5 قدموا استقالاتهم. تخيل، تعرف من شروط العضو شنو؟ أنك بتجي ساكن، أنك لازم تكون متواجد 6 شهور عشان تكون عضو. طيب في النادي. يعني بس أنا أوضح لك، ترى الناس الرأي العام ما يعرفون شنو هي. والله واضحة. إيه؟ أنت بتقول أن الجمعية العمومية هذه فاشلة قبل انعقادها، ما راح يحضرون؟ أكيد فاشلة. أكيد أنت إنسان مرغوب في النادي. أكيد شو مرغوب في النادي؟ لو مو مرغوب في النادي يجون كلبهم الأعضاء ويقولوك إحنا ما نبيك. جووك؟ لا ما جوني. جميل. أنت تعرف تعرف النظام. جميل والمسافري هذا كلبوهم إخواني وأنا اللي جبتهم أعمارهم كانوا في 20 سنة وربيتهم وعلمتهم وإلى آخره. الآن هم طيب أنت جايين عشان أنت جبتهم معلش عشان جبتهم براشد معلش عفوا عشان جبتهم وعلمتهم وأنت أسست النادي من 3 يعني خلاص ما في يعني مبارك نعيمي هو يعني لا 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 ما تقول عطي غيرك فرصة براشد زين يشتغل من الشباب بس هي كلها عطى فرصة روح حق أي حق نادي يقول عطى بعد فرصة حق هذا مو منطق هذه هذا مش منطق الحين أنا لما أحقق أرقام قياسية السنة هذه وأصعد درجة أولى عندكم مديون وجوني. عندكم مديون أنا بقول لك أنا للعلم يمكن النادي الوحيد اللي ما عنده إيش رأيك ما يصير أنا أقول لك أنا رئيس النادي وأنا أقول لك يا ما عندكم مديون لا بالديون اللي تكلم عنها بالأندية اللي موجودة عندنا ما نجي ولا 1%
ولا واحد. كم لعبة عندكم غير كرة القدم؟ كرة القدم عندنا بس. بس بس أنت شوف انظر حق الأندية ذي كديونها عشان تبي تعرف الإدارة الناجحة أو الإدارة اللي غير ناجحة. مسألك سؤال أخير، عندنا تقرير عن الدوري والجولة الجاية. بأمانة سجلت أعضاء وهميين، ولما دخلت على لجنة التدقيق شقيت الأوراق وقلت له هذا لا الاسم. والله والله لا صار هذا، خلتني أحلف ولا شيء يا أخي. هل المصدر اللي جاب لي الكلمات كلها لا والمعلومات كلها كلام فاضي، وأنا ما أبغي أتكلم في الأمور هذه، ما أبغي. لكن هي عشان أشرح لك منها، بداية الموسم سعادة الوزير اجتمع في الأندية كلبوهم قال يا أخي إحنا نبغي أعضاء عدد كبير في الأندية، لأن هذا تسجل لكم نقاط، تسجل لكم نقاط تحسب لكم، قد ما تقدرون جيبونا أعضاء. هذا توصية من الوزير. طيب شوفوا أنا أقولها وأنا صادق، هذه توصية من الوزير. أيوة، لما الأندية جابت الأعضاء كلبونا جبنا أعضاء صراحة، أنا جبت أعضاء واللي مدري عندي، سجلنا أكثر عدد نبغي يكون بالأعضاء متواجدين، ولو حتى موجودين ترى في الجمعية هذه. حلو، بيروحون يكون حتى في الجمعية حسن السنة الجاية. حسن العتيبي كلمتين، لأن عندي تقرير. بعد ما جلست مع أبو راشد وبعد ما سمعته الآن، أنت مقتنع بكلام رئيس نادي المرخية؟ تتفق معه أو تتفق مع الطرف الآخر بشكل سريع؟ المنطق يقول الحين حاليا الاجتماع الجمعية الغير العادية بيكون فيها تصويت على لا التصويت مبارك من الحين يقول لك راح يفشل. لا 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 على على ما فيها تصويت، بيكون فيها ثلثين الأعضاء. لا لا شوفها ما يعرفون إيه. هي لازم تعقد الجمعية، لازم من عدد 43 عضو، ترى للحين هم ما يعرفون. عشان أنا أقول لك إياها، عشان مشكلة أن أنت هم دخلوا في أشياء هم ما يعرفون الأنظمة والقوانين، هذه هي المصيبة اللي كانت. فالموضوع كله تخريب. طيب خلينا في بس عشان أوضح تشويش يعني. تاريخ 12 نبي نعرف اللي بيصير. التاريخ هذه عدد الأعضاء 43 عضو. حلو. يجب الحضور 29 شخص. بيحضرون 29؟ إذا 29 ما حضروا 29 ثلثين الأعضاء. تتوقع بيحضرون ولا لا؟ ما يعرفون، لاني انا اصلا اعرفهم القدامى هذيل اللي عندي كلبوهم ما يجون حتى 15. طيب هذا اللي نقول احنا بيحضرون. خلينا اقول لك انا عشان تقول طيب. انت عشان ذاك ما تدري انت ما تعقد. هو يقول لك يا اخي هو يتوقع ان ما راح يحضرون، واذا كانوا موجودين اذا عقدت اذا 29 اي خلاص يعني معناته بيكون في تصويت. ايوه هذا الكلام. من 29 من معلش معليش حسن، تبين حسب لكم اساميهم؟ لا 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 انا عارفهم، انا اتكلم لك كعام كعام وخلاص. انا بس اتوقع بس أنا 29 اذا موجودين 29 هل بيكون في تصويت ولا ما يكون؟ اي بس في احنا جمعيتنا أحنا، ولكن يمكن يكون التصويت لصالحه بغض النظر. انا ما اتكلم، انا اتكلم بوجه طيب. عام هي عندنا هي عندنا عشان اختصر لك، عشان اختصر لك ما عمرنا حتى نتوصل للجمعيه لين 20 عمرها ما توصل. عندنا فاصل مشاهير الكرام تتابعون بعد هذا الفاصل. عجلة دوري نجوم كيو أم بي تعود للدوران مجدداً بالجولة الرابعة من المنافسات. من جديد ستعود الحياة لدوري نجوم كيو أم بي بعدما يعلن قطاره استئناف المشوار من المحطة الرابعة يوم السبت المقبل بثلاث مباريات في اليوم الأول من الجولة الرابعة، يعقبها ثلاث مباريات أخرى في اليوم الثاني. وبعد 14 يوما من التوقف يفترض أن تكون الفرق قد رتبت فيهم صفوفها. سيشتد الصراع مرة أخرى بين الفرق الاثني عشر التي يحلم كل منها بتحقيق هدفه في البطولة، سواء بالمنافسة على اللقب أو البقاء في الدوري. انطلاقة الجولة ستكون بمباراة الغرافة والخور، وهي مواجهة شعارها الفوز فقط. والمواجهة الثانية بالجولة الرابعة لن تقل السخونة بين أم صلال والعربي، خاصة أنها تجمع بين فريقين يسعى كل منهما لمواصلة الانتصارات التي حققها بالجولة الأخيرة. وتختتم مباريات اليوم الأول للجولة الرابعة بمواجهة خارج التوقعات بين السيلية والخريطيات. وتفتتح مباريات اليوم الثاني من الجولة الرابعة بلقاء الريان والمرخية الذي من المتوقع أن يكون قويا في ظل الدوافع الكبيرة التي يمتلكها الفريقين لتحقيق الفوز. وسيكون الزعيم السداوي على موعد مع مواجهة قوية أمام فريق نادي قطر الذي يقدم مستويات طيبة منذ بداية الموسم وأن لم يكللها بالنتائج المرجوة، ويسعى القطراوي للعودة بقوة وتعديل ترتيبه بالجدول حيث يحتل المركز السابع برصيد 70 نقاط.
وتختتم مباريات الجولة الرابعة بلقاء تحيل مع الأهلي في موقعة تبدو سهلة نسبيا لتحيل بالنظر للنتائج الأهلي هذا الموسم، ولكن تبقى كرة القدم لا تعترف بالتوقعات، خاصة أن الأهلي يسعى بقوة لتحسين صورة السيئة التي ظهر عليها منذ بداية الموسم والتي أدت لاحتلال العميد المركز 11 وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة. على الجانب الآخر سيرفع تحيل شعار الفوز ولا بديل سواه من أجل الحفاظ على مكانه بقمة جدول الترتيب التي يحتلها بالتساوي مع الزعيم. قبل البرنامج يعني للأمانة يعني مبارك نعيمي خرب النادي، مبارك نعيمي ما يبغي الجماعة حوله، مبارك نعيمي ما يبي أبناء النادي. الآن مبارك قاعد يشرح موقفه ويتكلم، ما في تجاوزات، ما فيه إقصاءات، ما فيه عفوا على هالكلمة، ما في تزوير لأسماء في الجمعية العمومية أو لأعضاء الجمعية العمومية. يعني مبارك نعيمي صراحة بالعكس طلع مبارك هو محب. أنا بس أبي أوضح شيء واحد بالنسبة للأمور المالية، في محاسب من اللجنة من وزارة الثقافة والرياضة، في محاسب في النادي، في مدقق حسابات، في مدقق حسابات حاطينها بعد أيضا من الوزارة. مش هاي كلام بس أنت تعال وأنا بقول أنت قاعد لي 15 سنة ما تعرف عن النادي أو ما جيت النادي، بجيب بقول والله مثلا مبارك نعيمي أو النادي كذا، كيف تدري؟ كيف تدري؟ يعني أنا بستغرب، انا ايش دراني انت الحين وانت موجود هنا في التلفزيون هنا، ايش عرفني انا انت اللي تقوم فيه ولا ايش اللي صاير؟ طيب فانا ما اجي انا بس اشهر، اما انا اجي بخرب بس سمعه النادي بالكلام هذا ما يجوز هاي الكلام. عموما احنا اللي علينا ان احنا نسلط الضوء على المشاكل اللي قاعده تصير في نادي المرخيه، هذا اللي نسوي. هي مش مشاكل، اتحدى اي واحد انه يقول لي فيه مشكله هنا هذه، احنا علني على وشي وهي واضحه. هذه وشي هذه ما فيها شيء، انا اللي بغيت اشوشر عليك، انا من بكره اقدر اشوشر عليك انت في التلفزيون، اقدر اسوي لك في النهايه منو اللي اليوم اول حلقه وتشوشر علي يا ابو راشد. عموما احنا نعطي مثال، لكن ابو راشد اغلب النقاد يقولون المرخيه راح ينزل للدرجه الثانيه، رئيس النادي ايش يقول؟ انا اقول وانا تكلمت بدايه الموسم وقلت بان ان شاء الله نكسر قاعده الصاعد هابط، القاعدة هذه نكسرها وإن شاء الله. وأنتم شايفين يعني خلنا نكون واضح، اللي يفهم في الرياضة واللي يعرف الرياضة أول ما ينظر يشوف العناصر في الفريق، إذا العناصر تشجع بأن عندها المقدرة. يعني اليوم إحنا متعادلين مع نادي العربي، ونادي العربي كامل صفوفه، وأنا عندي في بطولتك يوسل وأنا عندي 3 محترفين، 3 ما لعبوا، واحد لعب بس كان يلعب والثاني نزل في الشوط آخر الشوط الثاني. طيب العناصر يعني تشجعك العناصر، انا ما اجيب عناصر تعبانه واقول والله انا اراهن عليها. يعني الحين انت تقول فريقك ما راح يهبط ان شاء الله، ما راح يهبط، وعد من رئيس النادي لجمهور المرخيه اوعد، نعم اوعد حسن تتفق المرخيه صاعد، قصدي باقي او قاعده الصاعد هابط هذه راح تطبق مع المرخيه؟ شوف اذا استمر حال الاهلي والاخرطيات على المستوى هذا يمكن يعطون فرصة للمرخية البقاء في الدوري إذا استمر الأخريطيات والأهلي في مستواهم الباهت هذا. طيب عندنا جدول مباريات الجولة القادمة، خلنا نشوف المرخية في الجولة القادمة من دوري QMB يلعب مع من. جدول مباريات الجولة الرابعة من دوري QMB، القرافة مع الخور، أم صلال طبعا في ملعب ثاني بن جاسم، أم صلال مع العربي في ملعب أيضا ثاني بن جاسم، السلية والأخريطيات في ملعب حمد بن خليفة في نادي الأهلي. هذه المباريات راح تكون يوم السبت القادم. فيما يوم الأحد راح تكون مباراة الريان والمرخية، الله يعينكم يا أبو راشد، في ملعب جاسم بن حمد في نادي السد وقطر، أيضا في ملعب جاسم بن حمد ودحيل، والأهلي في ملعب عبد الله بن خليفة في نادي الأخوية. جدول الترتيب لحد الجولة الثالثة في دوري QMB، صدر الجدول نادي دحيل بتسع نقاط، ثم السد أيضا بتسع نقاط، ثم مصلال والسلي في المركز الرابع، والريان في المركز الخامس، والخور السادس، وقطر في المركز السابع، ثم العربي والغرافة والأخريطيات والأهلي والمرخية في المركز الأخير. احنا وصلنا لختام حلقتنا براشد، أتمنى لكم التوفيق مع أن مباراة صعبة أمام الريان،
ويعني وقد تكون الخسارة الرابعة. انت لا تفاعل علينا بالتفاعل بالخير ان شاء الله. بالعكس والله والله اتمنى لكم الخير، ولكن تلعب مع الريان براشد. لا الريان نعم نعم الريان انا واحد ارشح ساره وجمعيه انا واحد تاريخ 12 الله يعينك. لا شوف انا واحد ارشح الريان بانه هو بيكون السنه هذه ينافس على المركز الاول. ترشح انه يفوز على المرخيه المباراه القادمه؟ المباراه القادمه احنا نعرف نتعامل معهم، هم ربعنا ترى. ابو ناصر انت رياني، توقع ان المرخيه عثر الريان؟ انا اقول لك اتوقع ان الريان انا اتوقع التعادل. تعادل نعم. عمام مبارك نعيمي رئيس نادي المرخيه، اولا اشكرك على شجاعتك وجرأتك ان تجي البرنامج وتتكلم في كل امور نادي المرخيه، واحنا تشرفنا فيك برنامج رياضه. شكرا شكرا على الاستضافه وزين تحملتونا ان شاء الله. بالعكس والله انت اللي تحملتنا. معليش. حسن العتيبي النجم والاعلامي والناقد المعروف في برنامج المجلس، وناصر نشكرك وجودك اليوم في اولى حلقات برنامج رياضه. شكرا. وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم مشاهدي الكرام، موعدنا معاكم باذن الله الأسبوع القادم، وأكيد موضوع جديد موضوع شيق، انتظرونا في أمان الله.